طبعا من كثرة عدد المعتصمين وعدد الناس طبعا هنا مليونيات، فما بتكفيش الكوردير بتاع المسجد، الكوردير ولا المايه اللي اصلا اللي هنا. فاحنا بنحاول نجيب براميل ونجيب حاجات مجهود ذاتي يعني من بعض الناس، يعني تبص تلاقي واحد عايز يساهم بلوح ثلج، واحد عايز يساهم مثلا ب 10 جنيه يقول لك خد جيب لوح ثلج وفرقه على الناس، وبنجيب براميل ونسقعه فيه ونعمل عرقسوس ونفطر عليه الناس وكده. يعني ما فيش حد سبب في، كل المصريين مشتركين في الميه دي، وكل المصريين مشتركين في العرقسوس اللي انت شايفه حضرتك. واحنا ان شاء الله مش هنمشي من هنا معيدين للعيد الكبير، للعيد اللي بعده مش مشكله، مش هتفرق معانا. سنحيا كراما ان شاء الله، لنعيش عيشه كويسه احنا واولادنا، يا اما نموت يعني تحت الارض افضل لنا.